يعني أنا كنت في 83 شيخ خلوة بدرس في ديوما الشرقية، والخلوة فيها أكثر من 200 طالب، ومعي زميل تاني. زميلي التاني كان بيتعامل بالأسلوب التقليدي، عنده العصا والصوت وكذا، لكن أنا ما كان عندي دي، يعني ما أتذكر أني عاقبت واحد ولا ضربته. فكان الطلبة كلهم يعني حتى الأولاد الآن ما بتعاقب؟ الآن يعني يمكن في مرحلة ما عاقبت، لكن براجع نفسي أنه ما كان عاقب، لكن تماما أنصار الجل كعقوبة؟ لا لا، ممكن أنفعل، يعني أنا عندي العيب ده، ممكن حصل استفزاز. لا يبدو عليك يعني. أي عندي العيب وعندي القدرة على التحكم فيه. يعني لو حصل نوع من الاستفزاز والنقة وكذا ممكن أنفعل، لكن بتراجع. تراجع يعني، هو الودة لو مشى مني خلاص ما بحصله. لكن الكلام ده كله تجاوزته لفترة طويلة.